مساء الخير، برحب بكل مشاهدي قناة ميسات. وحلقة النهاردة حلقة مخصوصة جدا. ليه؟ في حاجتين. نمرة واحد، أنا هتكلم على أغذية مخصوصة مهمة جدا جدا يكثر أكلها اليومين دول طبعا أثناء فترة الصيام. كل سنة وانتوا طيبين. الحاجة التانية، هيكون لنا لقاء احنا بنستناه يمكن من السنة للسنة مع الأستاذ الدكتور رامي السمير، وهيكلمنا على موضوع الصيام، موضوع مهم جدا جدا جدا. دكتور رامز يمكن ما بيجيش مصر كتير، هو دكتور في تكساس في أمريكا، وحيكلمنا النهاردة على موضوع الجلطات وأهميته وإزاي إحنا نتحاشى وناخد بالنا، وخاصة إن هو بقى موضوع العصر. أول ما نتكلم بقى هنتكلم على إيه الأغذية اللي هي لازم ناخد بالنا منها اليومين دول. طبعا مع الصيام بيكثر تناول أكلات معينة، ودايما في المروح ألاقي بتسأل أنا بتخن ليه؟ أنا تخنت في الصيام؟ أنا صايمة فبتخن؟ هو طبعا بنتخن نتيجة الأكل الغلط، مش هنختلف على الحكاية دي. طب إيه هو الأكل الغلط اللي إحنا لازم ناخد بالنا منه؟ ما أنا بقول لك إيه، هو الأكل السام بيتخن، ما تاكليش ما تعمليش. طب إيه ده؟ يعني مش هناكل؟ ما بيعجبش. عشان كده أنا حبيت النهاردة أعلم على كذا نوع من الأكل ناخد بالنا منه. أولهم، وده دايما اللي هو بقى واحنا نتفرج على المسلسلات واحنا قاعدين بنذاكر بنتسلى بيه، نمرة واحد، الذرة والفشار. تخيلوا ان الذرة والفشار بتتخن. ناس كثيرة جدا جدا متخيلة ان هي ايه، ما بتتخنش. لا، ليه؟ لانها ليها مؤشر سكري عالي. تمام؟ فيعني ايه مؤشر سكري عالي؟ يعني لما بناكل الفشار او الذرة السكر في الدم بيعلى. تمام؟ تبقى اذا بنصنفها تحت حاجة اسمها كربوهيدرات رديئة. ليه؟ لأنها بتجوع وبتتخن. طيب دي مشكلة، كما إن الذرة محتواها السكري عالي. بتخش فيه بقى الذرة، في ذرة بنحطها على السلطة، في ذرة بنحطها مع الفول، في بناكل الذرة، في بنعملها فشار، بنعملها كورن فلاكس، كل دي بتخش فيها الذرة. طيب ايه بقى مشكلة الذرة غير ان هي بتجوع وبتتخن؟ لا، كمان الذرة بتحتوي على مادة بتكسر انزيم اسمه النياسين، ده مهم جدا عشان النمو. تخيلوا بقى، يعني انا باكل حاجة بتعمل لي خلل في جسمي وتتخني وتجوعني. ما تزعلوش مني، هي دي الحقيقة. الحاجة التانية، البطاطا. البطاطس غنية والبطاطا بالفيتامينات والمعادن بطريقة لا نتخيلها. بس للأسف كل الفيتامينات والمعادن موجودة في القشرة، وكل الفيتامينات والمعادن ناخدها لما ناكلها كده مسلوقة. بس طبعا ده ما يعجبناش، لازم نقليها ونحمرها ونتأكد ان احنا قضينا على كل الفيتامينات والمعادن وناكلها. طب ما هي ما بقاش فيها اي فايدة. ما احنا لازم نفكر، سواء انا هاكل او انت هتاكلي او ولادي، انا عايزة اوكلهم عشان اتخنهم ولا عشان اغذيهم ولا عشان افيدهم؟ تلا غزيهم وفيدهم، بس مش عاوزه تخنهم، ما يهمنيش تخنهم. طيب يبقى نعمل لهم الاكل بطريقه صحيه. انا ممكن اغسل البطاطس كويس جدا بالقشره بتاعتها واغسلها كويس، وبعدين اسلقها، ادخلها في الفرن. كتير جدا بتتقطع صوابع تخينه وتخش الفرن تتشوي، تحط عليها بقى شويه بهارات، الاولاد بيحبوها وبيبقى طعمها حلو، ولو اتعودوا عليها بالطريقه دي هياكلوها ويستفادوا. لان ما بناكل بطاطس مقليه، دي عبارة عن نشا ودهون، أسرع وسيلة للسمنة البطاطس المقلية، وخاصة لو أنا هحطها لأولادي وجنبيها مثلا إيه، بطاطس مقلية وبفتيك، بقت مشكلة. بطاطس مقلية وجنبها بتنجان مقلي، بقى كمية من الدهون رهيبة. بطاطس مقلية وطعمية وعيش، بقت كارثة، بقت قنبلة موقوتة، مش بس هتخننا وهتجوعنا وتعلي السكر. وزي ما اتفقنا، إحنا مش بناكل عشان نتخن ولا بناكل عشان نملى بطننا، احنا عاوزين نستفاد، عاوزين نبقى صحتنا كويسه. دي مهمه قوي. ليه؟ لما بنيجي نوكل اولادنا اكل فايده احنا بنبني، فالبنى ده بيعيش مع الاولاد مدى الحياه، هو ده الاساس بتاع العماره والاساس بتاع جسمنا. الحاجه الثانيه، الرز. الرز مهم جدا، يعني انا بحب الرز مثلا. الاسيويين بيحبوا ياكلوا رز ورفعين رفع كده. ليه؟ اولا طريقه الطهي ونوع الرز. الرز البني ده كله فوائد، اما بنيجي نبيضه وناخد الرز الابيض، انا باكل دقيق نشا، فبناكل ونجوع ويتخنى، مفيش منه اي فايده.
الحاجة التانية ده الأكل ده بتاع الصيام بس إحنا ما دخلناش في الفطاري. الحاجة التانية اللي برضو يعني مدمنينها في الصيام الفطاير والعجاين والمكرونة اللي هو الدقيق ومع الزيت، يا نهاري مش ممكن. مش بس إن ده دهون وبتتخزن وبتتخن وتعملها كبد دهني، لأ ده كمان بيستفز البنكرياس إنه يفرز كمية عالية من الإنسولين تخزن، لأنه نوع من أنواع الكربوهيدرات الرديئة برضه. لازم ناخد بالنا من أكلنا لو إحنا قلبنا على نفسنا، وخاصة الأم. دايما الأم مبيبقاش عندها وقت من نفسها تعمل الأكل البيت وتقول أنا ما عنديش وقت، أنا هاخد هاكل كمية قليلة، عشان كده ينتهي بيها المطاف. إن هي بدل ما هي قادرة تخدمهم بقت قاعدة مش قادرة تخدم، بدل ما هي المفروض تبقى صحتها كويسة صحتها باظت وتخنت، وبالتالي كمان ما تعرفش تخس. لان اللي انا باكله ده اما باكله واستفاد بيه اما باكله يستفز البنكرياس يخزن. الحاجة التانية اللذيذة بقى كمان هي الشوكولاتة. كتير جدا من ولادنا بيحبوا الشوكولاتة، بس لازم نعرف ان الشوكولاتة لان فيها الكاكاو ده مفيد، بس فيها برضو دهون رديئة او سكر رديء فبتتخن، فبتتاخد كمية محددة، ولازم نبقى واخدين بالنا لان بتعمل ادمان وكل شوية ناخد ازيد وازيد. نيجي على الحاجة التانية بقى اللي في الصيام يكثر تناولها بفظاعة، وهي الفاكهة. الفاكهة بالحاجات اللي هي بتبيل الريق زي ما بيقولوا، في ناس ما بتحسب لهاش، يعني تخيل ان هما بياكلوا فاكهة كأنهم ما كلوش دي فاكهة، فياكلوا كمية كبيرة. يعني مثلا كان عندي حد في العيادة فبتقول لي انا بين الوجبات باكل فاكهة، فجوزها قال لها هي دي فاكهة اللي بتاكليها؟ فقالت ايه يعني كيلو يوسفندي. اما بناكل كمية كبيرة خلاص بقى هنخس ازاي؟ ما انا عوضت السعرات بان انا كلت كمية كبيرة، فهتكون النتيجة برضو اني هزيد في الوزن. نيجي بقى ناكل امتى الفاكهة، دي مهمة قوي، لان كتير منا متعود ان ياكل ويحلي، ده اساس. هاتيلي حاجة احلي بيها، التحلية دي بتبقى فاكهة، وبعد شوية انتفاخ غازات تبص بعد بطنه بتطبل زي الطبلة بالظبط، وغازات وانتفاخ. ليه؟ لو انا هاكل الفاكهة دي مع نشويات، النشويات دي مليانة دهون، الاكل هيقعد في المعدة يحصل فيه تخمر وانتفاخ وغازات. لو انا هاكل الاكل ده مع بروتينات هيحصل نفس الحكاية، بروتينات بطيئة جدا في الهضم تقعد في المعدة فترة طويلة، طبعا الفاكهة تتحبس معاها تعمل انتفاخ وغازات. طب امتى ناكل الفاكهة؟ على معدة فاضية. لو عايزين ناكل فاكهة ناكل فاكهة على معدة فاضية، وناكل دي الاكل مش قبل 20 دقيقة لساعتين، انما ما ناكلش ونحلي، دي من العادات الغذائية الغلط. مش عشان احنا متعودين عليها تبقى هي صح، لا، في عادات كثيرة جدا كنا متعودين عليها زمان، لكن مع الدراسات والتطورات اثبتت الابحاث انها بتضرنا. على سبيل المثال وليس الحصر، مش انها بتضر لا، بس مثلا السمنه البلدي، لناس كتير جدا طالعه موضه باكل سمنه بلدي، اصل الصناعي وحش. احنا ما اختلفناش في اي ايه الحلو والوحش، احنا بندور على السمنه البلدي نفسها. السمنه البلدي البونز الروابط اللي فيها كتيره جدا، وبالتالي هي عاثره الهضم. يعني ايه عسله الهضم؟ يعني انا بدل ما اكل واخد طاقه، لا دي الجسم بيبذل طاقه علشان يكسرها عشان تتهضم، فتكون النتيجه ان انا اكل وانعس وانام. عشان كده تبص تلاقي دايما الناس اللي بتاكل بالسمنه البلدي وحريصين جدا ان هم ياخدوا ناب بعد الغداء، يقول لك انا داخل اريح، هو بيراعي غصب عنه، ده اللي هو لو قعد هينام وهو قاعد مطرحه، لان بدل ما اكل واتغذى اكل وما استفادش من الاكل، تحول لدهن واتخزن. كمان الدهون النباتيه الدهون الحيوانيه في منتهى الخطوره، اثبتت الابحاث انها خطيره جدا لانها مشبعه وبتؤدي برضو لامراض القلب والشرايين. عشان كده مهم قوي قوي ابقى انا عارفه انا باكل ايه وليه. الحاجه الثانيه اللي برضو من الحاجات اللي انا عايزة اتكلم عليها اكتر، الالية.
الدهون الآلية بتضيع القيمة الغذائية بتاعت الأكل، كلها بتتخزن، بتزيد السعرات الحرارية بتاعت الأكل، وبالتالي بتكون فيه سمنة مفرطة. فلازم ناخد بالنا أنا باكل إيه وليه، واكل مطبوخ إزاي، مش عشان أنا صايمة يبقى النتيجة إن أنا بقى أتخن، والنتيجة إن أنا أنتهي من الصيام بدهون على الكبد وزادة في الوزن وركبي تبوظ وظهري يبوظ. لا طبعا. من الحاجات كمان اللي انا احب اعمل خط احط تحتيها 100 خط، الميه. ميه مهمه جدا جدا، تمام. مفيش حاجه اسمها انا ما بعطش، لان احنا بنعطش قبل ما نخش في الجفاف. لما بيبقى داخلين على جفاف فبتبقى علامه انذار ان انا عطش، انما الميه لازم نشرب، لازم. مفيش حاجه اسمها انا معطشانه ولا مش عطشانه. عشان كده دايما الناس اللي هي بتاعت ما بتحسش ما بتقولش انا عطشانه بتاكل اكل فيه ميه، زي الفاكهه، زي حاجه تكون جوسي كده فيها شويه عصير. بس ليه؟ لان المخ ما بيترجمش عايز اشرب انما عايز اكل. فالنتيجه طبعا تكون الشخص ياخد كميه كبيره جدا، علشان كل الاكل اللي بناكله فيه نسبه من الميه، فهو بياخدها عن طريق الاكل، فبياكل كتير اكتر، كمية كبيرة أكتر، تكون نتيجة إن هو يجوع والجسم يخزن. هنبتدي بقى نكمل سؤالاتنا، بس طبعا أهم حاجة عند دلوقتي أسئلة الفيسبوك، وخاصة إن أنا جايلي أسئلة كتيرة جدا وعلى الإيميل بتاعي. من ضمنها سؤال بتقول هل في صحيح حاجة اسمها تثبيت الوزن؟ تثبيت الوزن من الحاجات المهمة جدا جدا، بس عشان أقدر أنجح في تثبيت الوزن، سمعت في مره واحده بتقول لي مش في ابره كده بيدوها بيقفلوا بيها، حاجه تضحك طبعا ان الواحد يسمع كده، وحاجه مش ظريفه ان دكتور يصل بيه ان هو يفهم المريض اللي قدامه انه في، هو هيقفل بمفتاح واخد المفتاح، يعني مش ممكن. انما تثبيت الوزن ليه شروط معينه. نمره واحد، اعالج سبب السمنه. هل في مقاومه انسولين؟ هل في هايبر اللي هو هايبر انسولينيميا، زياده في افراز الانسولين؟ هل في ان الجسم داخل في الستارفيشن بروتكشن ميكانيزم، يعني موقف حرق تماما؟ ايه السبب؟ هل انا كنت ماشي على بروجرام بوظ لي الحرق نتيجه ان طول النهار اخس واتخن اخس واتخن، فخلى جسمي عامل زي اليويو، وبالتالي الجسم مش عارف يحرق؟ كل دي مهمه، دي اسباب وغيرها كتير قوي. هل في خلل في الغده الدرقيه؟ واتفر اسباب كتيره. بعالج السبب، وبعدين لما بمشي على بروجرام انا بظبط الحرق وبالتالي بخس. الايدين بتاعت الحرق انا بشبهها بالميزان، لازم الميزان يبقى كده، الايدين كده، على قد ما باكل على قد ما جسم بيحرق يا بيخزن، الاثنين زي بعض. اي خلل في الميزان تكون النتيجه طبعا ان الجسم يخزن جامد قوي، فعشان كده لازم ناخد بالنا. في تثبيت، بس ليه شروط معينه عشان ننجح ان احنا نوصل. السؤال الثاني، انا جسمي وصل لبلاتو، فايه هو البلاتو؟ البلاتو اللي هو برضو الجسم وقف، ما بقاش يحرق، ما بقاش الشخص يخس. طب ايه اللي بيحصل؟ مخنا في مركز للحرق زي مركز الكمبيوتر، بتخش عليه الدايتات زي الديسك كده، الديسكات، تمام. اما بيخش الديسك بيبتدي الجسم يعارض هذا الديسك، وبالتالي امشي على البروجرام وي وما اخسش، ما اكلش خالص وامنع الاكل وما انزلش في الوزن، اهري نفسي من الرياضه وما برضه ما اخسش. ليه؟ اما بمشي بالاثنين دول، ما اكلش والعب رياضه بقى وموت نفسي عاوز اخس، الجسم بيتخض. هو في ايه؟ مفيش في المخ مركز اسمه حرق، في مجاعه، في مفيش اكل، في مفروض يحصل حاجه ما حصلتش. فالجسم ايه؟ زي لو حد تاه في الصحراء، مش لو الجسم بيحرق كونتينوس هيموت في يومين ثلاثة، صح؟ انما ربنا من نعمة ربنا علينا انه خلق لنا ميكانيزم لما انا ما اكلش يوقف حرق تماما. ليه؟ عشان يحافظ على المخزون، وبالتالي ان انا كل ما اكلش هو الجسم ما يحرقش وما اخسش اكتر. مهم جدا الواحد يبقى فاهم طبيعة جسمه عشان يقدر يشوف هو عاوز ايه وايه الصح ليه يعمله. وبعدين أسئلة الفيسبوك بقى دي اللي احنا دخلنا عليها. فكريستينا بتقول أنا عندي مشكلة، وزني 90 كيلو وبطني كبيرة قوي. بايخة جدا يا كريس. ليه؟
ان البطن كمان يا جماعه احنا بنخاف منها مش بس عشان الشكل، لا، البطن ممكن تدخل في ضغط وسكر وكوليسترول، دهون البطن، كبد دهني عند البنات ممكن تعمل لهم تكيس مبايض، فالسكه اللي هي بنسميها اللي يروح ما عرفش يرجع. ليه؟ لان كمان وانس ابتدينا نخش في مشاكل بقى اللي هو مقاومه انسولين، تبص تلاقي بقى الخصيه صعبه لان عايزه التزام جامد، واحنا مشكلتنا في الالتزام، ان انا لو من الاصل بعرف التزم مش هوصل للمشكله دي. عشان كتير جدا يقولوا لي لا 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 ده انا هعرف، لا لا ده انا مش، لا، ما انت لو انت تعرفي هتعرفي من الاول هتلتزمي، فدي مهمه قوي. بعد كده اما بنمشي على بروجرام يعالج الدهون دي بنلجا لوسائل مساعده زي الكرايو، زي الكول سكالبتنج. الكول سكالبتنج من احسن الاجهزه يا جماعه اللي هي بتساعدنا على التخلص من دهون البطن. الجلسه كاننا عملنا فيها حاجتين، نمره واحد فتتنا الدهون، نمره اتنين كمان الجلد يبتدي يشد على المكان. بس هي المشكله ان الناس تعمل الجلسات وتعمل رجيم وفجاه تبطل الجلسات وتبطل الرجيم، طب ما الطبيعي هتخن. معانا ايمي، اتفضلي يا ايمي. دكتوره ازيك؟ ازيك يا حبيبتي؟ هو انا وزني 76 وطولي 161. تمام. هو انا كده محتاجه اخس ولا وزني مناسب؟ في تركيز دهون يا ايمي في منطقه معينه؟ لا لا لا. تمام. بتعملي اي نوع من انواع الرياضه؟ لا يعني ممكن بمشي بس لكن مش رياضه يعني. انت عندك كام سنه يا حبيبتي؟ 39. تمام. هو طبعا في كل الحكايه زاد حوالي 5 كيلو 4 كيلو، بنقدر نتعرف على الكيلوهات لما بنعمل الفات اناليسز عشان نشوف نسبه الدهون، الميه، العضلات، نقوم نحدد هل ده كويس، لان دايما انا بحب يبقى فيه مثلا 2 كيلو اب 2 كيلو داون حسب مناطق تخزين الدهون وحسب العضله اللي عندك. لان ناخد بالنا لو عملنا رجيم زياده وما اكلناش اكتر حاجه الجسم بيستهلكها العضل، فنبص نلاقي جسمنا بقى مرهرط كده عامل زي شوال القطن، فده ما بقاش مستحيل. يعني ده امشي على نظام دايت ولا يعني اكل بكميات قليله ولا اعمل ايه؟ هو كل الحكايه 5 كيلو. انت احكي لي يومك عامل ايه؟ بتفطري ايه وتتغدي ايه وتتعشي ايه؟ يعني يعني بفطر فول مثلا وبين الوجبات ممكن فاكهه، بس انا اكلتي مش كبيره. تمام. والغدا عادي، بس هو انا باكل لرز لو في نشويات، لو يبقى رز او عيش مش الاثنين. تمام. بس والعشاء يعني بس ساعات بتبقى بطاطس محمره يعني عشان صيام، بطاطس مسلوقه بس. وبين الوجبات لو جوعت يا ايمي بتاكلي ايه؟ فاكهه. كام واحده؟ لا مش بزود قوي في الفاكهه، يعني مثلا لو موزه اثنين كده يعني. والعيش اللي بتاكليه الصبح قد ايه؟ الايه؟ العيش اللي بتاكليه الصبح. هي مشكلة في العيش، هو الصبح يمكن الفطار هو اللي باكل فيه يعني رغيفين مثلا. ياه كتير قوي. لكن باقي اليوم لا. هجاوب على حضرتك حالا. كل المطلوب منك يا ايمي ان احنا ناخد بالنا من حاجتين، بدل رغيفين هنخليهم نص رغيف لازم، وخيار وخس وطماطم، بدل الفاكهه ثمره او ثمرتين. شفتي بقى لذيذه جدا، انا ما قرصتش عليكي في حاجه، بس قللنا وقننا الكميه على اخر الصيام، هتلاقي شكلك فرق وهتلاقي كمان خسيتي من غير ما الوش يتاثر ولا اي حاجه. وهنطلع فاصل ونرجع تاني وهنكون في انتظار مكالماتكم ومقابلتنا مع الاستاذ الدكتور رامز سمير، هيكلمنا في موضوع القسطره، اسبابها، اعراضها، ايه المشاكل اللي ممكن تؤدي لحدوث الجلطات. تمام. كمان هيبقى فرصه ان احنا نساله على قصه كفاحه علشان تكون قدوه لينا ولولادنا ازاي نمشي في هذا المشوار. الان ولفتره محدوده شركة الملكة للاستثمار الزراعي تعلن عن فتح المرحلة الجديدة من مشروع أرض كنعان بتملك مساحات متنوعة ليناسب صغار المستثمرين بأحدث تقنيات الزراعة، وذلك بنظام سمارت فارم في مزرعة نموذجية ببنية تحتية متطورة وخدمة زراعية. شركة الملكة الحاصلة على شهادة الأيزو لضمان أعلى إنتاجية وأفضل جودة تصديرية تملك الآن
بطرق سداد مختلفة وتقسيط لمدة تصل إلى 48 شهر. حافظ على قيمة فلوسك لمواجهة التضخم العالمي. انتهز الفرصة وشارك في استثمار يساهم في تأمين مستقبل أولادك وتحقيق أحلامهم. مزرعة أرض كنعان خير كبير لمصر. أنا شاركت ومستنيكم معايا. ممكن يحصل تبرع ونحس الناس على التبرع بالمواد التعليمية أو الحاجات اللي تساعد اللي تقدم في الكنيسة، ويمكن كلكم شفتوها في أتحبني، ودي كانت أول مرة نطبقها. يعني أنا هديكم مثل، أنا كواحد في كلية صيدلة كنا بنستخدم الميكروسكوب عشان أبص على حاجات معينة لمدة سنة، وكلية الطب نفس الكلام. هذا الميكروسكوب بيتركن، اشتريناه، هتلاقيه مركون عندي في البيت. طب أنا لما أعلن الكلام ده ويجي والطلبة تاخده وتتبدله مع بعض، يبقى أنا وفرت. الراجل اللي في كلية هندسة اللي بيستخدم اللوح الهندسية والرسم، مساطر والحاجات اللي بيشتغلوا عليها، ناس كتير جابت حاجات مثل هذه وخدوها طلبة في كلية هندسة. نبدأ نعمل تكافل بين الناس وبعضيها. الحاجة اللي عندي في البيت ما بستخدمهاش أقدمها لغيري. مثلا عندي كتب خارجية، كتب الخارجية المناهج ما اتغيرتش في السنة دي، يبقى اللي في سنة تالتة يدي اللي في سنة تانية، وهكذا. يعني ده دورنا ككنيسة، نستطيع نوفر العلاقات دي مع بعض، وتعمل جزء في الكنيسة، اللي خلص دراسته في الكتب دي يجيبها يحطها، يجي اللي داخل بدل ما يشتري الكتاب الخارجي بألف جنيه ولا 800 جنيه، وبعد كده الأب عنده 4 عيال هيجيب لهم في كل مادة بكام، ده في مادة واحدة بألف جنيه وتمنمية جنيه، أرقام تخط. Boni, do you love me? Welcomes your contributions to help those who are in need. www.etohibboni.org. Etohibboni is tax exempt as described in section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code. All donations to Etohibboni are tax deductible. للإعلان على ميسات اتصل على 012-76-22-345 أو 012-76-22-346. رجعنا تاني ويشرفني وجود الأستاذ الدكتور رامز سمير معانا، وموضوع مهم جدا هيكلمنا الدكتور رامز. ألو، مساء الخير يا دكتور. بخير يا دكتور، أهلا بحضرتك. يعني احنا بنستناك من السنة للسنة، احنا كلينا مقابلة معاك من سنة تقريبا. ده شرف لي، أنا مبسوط جدا. شرف لينا يا دكتور. نمرة واحد، عايز أسأل حضرتك على قصة كفاحك عشان تبقى نموذج لأولاد كتيرة جدا بيبقى نفسهم يقدروا يسافروا ويحققوا ليهم نجاحات. هل كان الموضوع سهل؟ المشوار سهل؟ أول حاجة شكرا على ذوقك، ربنا يخليكي، شكرا على استضافتي النهاردة في البرنامج. العفو، ده حضرتك شرف لينا. شو معايا البورد الأمريكي في أمراض القلب والأسطرة. Okay.
تريننج بمستشفى كليفلاند كلينيك، فيها مصريين كتير قوي، دكاتره كتير، وهي واحده من يعني من احسن مستشفيات القلب في العالم، وانبهرت جدا بشغلهم وبعمليات القلب وتغيير الصمامات بالقسطره، فقلت يعني ده اللي انا عايز اعمله. فابتديت مذاكره رئيس القسم بتاع التخدير، كان دكتور مصري اسمه دكتور استفانوس، يعني ربنا يرحمه، كان راجل حلو جدا وكان بيساعد كل المصريين. فقال لي بص انت تجيب 99 و99 وبعد كده نبقى نتكلم. فبس فالحمد لله ذاكرت كويس وجبت الارقام ديت، وبعد كده رحت امريكا عشان اعمل عشان ابقى دكتور قلب وقسطره. اتمرنت 7 سنين. 7 سنين ده غير الكلية مش كده دكتور؟ ده بعد كلية الطب، وبعد المعادلة خدت سنة، فتمن سنين طب ومعادلة، وبعد كده 7 سنين تدريب عشان ابقى يعني التخصص اللي انا فيه، فتوتال 15 سنة. ربنا يديك الصحة. ربنا يخليكي. بس الحمد لله، والنهاردة انا بشتغل في تكساس وباجي مصر زيارة، وان شاء الله في المستقبل ممكن ابقى بعمل عمليات في مصر ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور رامز، حضرتك قلت لي هتكلمنا النهارده على موضوع القسطره، لان ده الموضه وكمان الجلطات. فنبتدي الاول بالجلطات، ايه اسبابها؟ يعني كل ما نسمع حد جاله جلطه، ده جاله جلطه. الجلطات انواع، يعني ممكن هل ليها مكان بس بتبقى جلطه في القلب، ولا بنسمع في جلطات في الرجل وفي الايه؟ يعني ليها اماكن طبعا في اي حته في الجسم، يعني والصوت بعيد. اي شرايين او اورده ممكن يحصل فيها جلطات. ف جلطات شرايين القلب مثلا بتحصل بكثره الايام ديت، وبنشوفها كمان مش بس في كبار السن، لا بنشوفها في سن الثلاثينات والاربعينات. وما اعرفش هي بقى، هل الستريس اللي احنا عايشين فيه، ضغط عصبي جامد، في حزن جامد، في زعل كتير قوي، الحاجات دي غير طبعا التدخين والايكوس ونوعيه الاكل والتلوث، كل الحاجات ديت بتزود حدوث جلطات الشرايين التاجيه، وعشان كده بقينا نشوفها في الناس اللي هم الثلاثينات والاربعينات مش بس كبار السن. كان زمان مشهور دايما هو في بس لا بعد سن معين، دلوقتي زي ما حضرتك بتقول فعلا بنشوفها في سن في جميع الاعمار مختلفه. دكتور رامز، طيب في حاجه حضرتك كنت قريتها مره كاتبها على عندك في الفيسبوك، كانت بتتكلم على هوليدي هارت ديزيز تقريبا، او المشكله بتحصل بعد الاجازه. ما الموضوع ده اسمه هوليدي هارت، يعني او بيوصف حاله ان عاده في الاعياد. الصوت بعيد لو سمحت، ممكن تعلي حسك؟ ايوه حضرتك سامعاني كده؟ كده كويس. ايوه بقول ان الهوليدي هارت ده ترم منتشر في امريكا بيوصف ان امراض القلب وجلطات القلب بتزيد بكثره في فترات الاعياد. في الكريسماس والنيوير وفي الثانكس جيفينج والاحتفالات بتاعت امريكا ديت. ولما جينا بصينا فيها ليه جلطات القلب بتحصل في الاوقات ديت اكتر من الاوقات الطبيعيه، فبتبقى عشان طبعا ان نوعيه الاكل اللي الناس بتاكله بيبقى فيه املاح كتير وحاجات فيها مقليه، وكمان الاسترس ساعات التجمع العائلي ده مش دايما بيبقى يعني ظريف، ساعات ممكن يحصل مشاكل مش عارف ايه، فالاسترس مع نوعية الأكل، مع مثلا في أمريكا بيشربوا كحوليات، مع التدخين، كل الحاجات دي بتعمل استرس على القلب، وبنشوف جلطات القلب أكتر في الأعياد من الأوقات التانية. برضو جلطات القلب إحنا بنشوفها أكتر في الشتاء من الصيف. ليه؟ ففي ناس بتقول إن في الشتاء عشان الدنيا بتبقى بتضلم بدري وبتبقى ساقعة، وده بيؤدي إلى يعني ناس يبقى عندها اكتئاب او حزن، على عكس الصيف كله بهجه وفرحه، فجلطات القلب مثلا بتحصل اكثر في الشتاء من الصيف. جلطات القلب برضو بنشوفها اكثر بالليل وفي وقت الفجر عن في نص اليوم، في الصبح بتبقى اكثر بالليل وفي الليل وفي وسط الفجر، عشان في هرمون الكورتيزون والستريس هرمونز ديت بتطلع في وسط الليل وبالليل،
فده بيؤدي ان احنا نشوف الجلطات اكتر. فالاسترس العصبي والنفسي والزعل من اكتر الحاجات اللي بتزود جلطات القلب. يعني حضرتك في علاقة بين الحالة النفسية وامراض القلب فعلا؟ طبعا، يعني مثلا في متلازمة القلب المكسور. متلازمة القلب ايه؟ القلب المكسور Broken Heart Syndrome او تاكوتسوبو كارديومايوباثي، ده الاسم العلمي بتاعها. بس بنشوفها كتير قوي، ان الزعل والحزن الجامد بالذات في السيدات بتحصل اكتر من الرجالة، بس يبقى في زعل وحزن جامد قوي فتجي لهم اعراض جلطة في القلب، يحسوا كان عندهم وجع في صدرهم ويروحوا الطوارئ والرسم القلب يوري كأن في جلطة، ونعمل قسطرة نلاقي الشرايين زي الفل ما فيش اي جلطات ولا اي حاجة، بس عضلة القلب بتنزل كفاءتها من الطبيعي لانها تبقى بس 30%. وده كل ده من الحزن والزعل، وتبقى كلها هرمونات الاسترس اللي بتطلع مع الزعل والحزن. الحاجة الحلوة ان مع علاج الاكتئاب وعلاج الزعل وعلاج القلب بأدوية، القلب في معظم الحالات القلب بيريكفر ويرجع طبيعي تاني. دكتور رامز، طيب هل يعني نسبة الجلطات اكتر عند السيدات ولا الرجالة؟ ده سؤال مهم جدا وسؤال حلو جدا، لان السيدات في فترة الانجاب بطبيعة الهرمونات بتاعتهم بتبقى حدوث جلطات القلب اقل، لكن وانس السيدات بتوصل لمرحلة المينوبوز الريسك بتاعهم بتاع جلطات القلب بيبقى زي الرجالة بالظبط، بس بيبقى فيه زي المجتمع والعيانين نفسهم بيبقوا حاسين ان احنا ست مش هيجي لنا جلطة، فالدراسات لقيت ان الستات ما بتروحش المستشفى بسرعة زي الرجالة، ولما بتروح كتير قوي عشان بيروحوا كومبلينتس او سيمتمز او اعراض مختلفة عن الطبيعي، فيا العلاج بيتأخر يا العلاج ما بيحصلش، فالستات بتبقى الاوتكمز بتاعتها مع جلطات القلب بتبقى اوحش من الرجال. عشان كده احنا في امريكا عندنا في شهر بيبقى شهر امراض القلب في السيدات عشان ننشر الوعي، لان امراض القلب في السيدات مش واخد حقها، لان برضو الاستجمة هي ان امراض القلب بتحصل اكتر في الرجالة وبتحصل اكتر في كبار السن، بس الزمن اللي احنا فيه زي ما قلت لحضرتك بنشوفه في التلاتينات والاربعينات وكمان بنشوفه في السيدات اكتر. دكتور رامز، الوجع بتاع الجلطة ممكن يحصل لخبطة بينه وبين اي وجع تاني، عشان هما الاتنين في نفس المكان المعدة، ازاي نفرق يعني؟ ده برضو سؤال مهم جدا. اعراض جلطة القلب الموست تيبيكال او اكتر حاجة شائعة ان بيبقى فيه ضغط او وجع جامد في وسط الصدر يروح للفك او للدراع الشمال، ده 80% من الحالات، ده الموست كومن. لكن اللي احنا بقينا نشوفه دلوقتي ان ممكن تبقى نغزة ناحية الشمال، السيدات بالذات ممكن تيجي معهم بالنهجان، مرضى السكر ممكن ما يحسوش بحاجة اصلا. مين اللي ما يحسش بحاجة يا دكتور؟ مرضى السكر طبعا، لما السكر بيبقى out of control او مش متظبط، السكر بيبوظ النيرفات وبيعمل التهابات في النيرفات وما بيخليهمش يبقوا محاسين بالوجع. فممكن بيجي لهم نهجان، تعب، ارهاق، وطبعا في ناس اصلا ما حركتها محدوده، يعني هو طول النهار ما بيتحركش ما بيعملش حاجه فما بيشتكيش من اي حاجه، والشرايين بتبقى ممكن، يعني في ناس قسطرناهم بنلاقي ان بيبقى عندهم كل الشرايين مسدوده ونبعتهم يعملوا عمليه قلب مفتوح. فمهم جدا ان احنا نعمل عمليه سكريننج او نتابع مع دكتور القلب او دكتور البطنه بتاعنا عشان نبقى مظبطين السكر والكوليسترول والضغط، ونعمل تشيك ابس على قلبنا ما نستناش لحد ما المشكله تحصل وبعد كده نروح نشوف الدكتور. تمام. دكتور رامز، دلوقتي بقى في القسطره والقسطره الاستكشافيه، انا عايزه حضرتك تقول لي ايه يعني، امتى المريض لما الدكتور يقول له يعمل قسطره لازم يسمع الكلام؟ لان كتير جدا من الناس بتتخيل ان هي مثلا دي يعني مجرد تجاره وصلت، ان لا ده هو بيقول كده بس. هو عموما الدكتور، يعني معظم الدكاتره بيبقوا مراعيين ضميرهم ومراعيين ربنا في شغلهم، بس طبعا في ناس بتبقى مش ماشيه على يعني الجايد لاينز والحاجات الصح. بس عموما
انا بحب ان يعني ان الناس اول ما تتم 40 لازم تيجي تعمل تشيك اب، تشوف عندك ضغط، تشوف عندك كوليسترول، تعمل حاجه اسمها كالسيوم سكور، ده تيست سريع جدا بيشوف هل في تصلب في الشرايين التاجيه ولا لا، تشوف عندك سكر، تشوف السكر التراكمي. ومهم جدا ان بعد كده كل سنه يبقى في تشيك اب، تروح دكتور القلب او دكتور البطنه بتاعك تعمل تشيك اب، تشوف تحاليلك، تشوف الغده نظامها ايه. يعني الغدة الدرقية من أكتر الغدد اللي بتأثر على القلب، لما الغدة بتبقى هايبر وبتبقى بتزود جامد بتسرع ضربات القلب، وممكن تجيب حاجة اسمها اتريال فيبريليشن أو رفرفة القلب اللي ممكن تعمل جلطات في المخ. ولما الغدة بتبقى يعني الإفرازات بتاعتها بتبقى قليلة، الكوليسترول بيزيد والضغط بيزيد، فدي حاجات غير طبعا ان الوزن بيزيد والحاجات التانية اللي احنا نعرفها كونستيبيشن وكده. فإن احنا نبقى نشيك على صحتنا دوريا دي حاجة مهمة جدا. أنا بقولها للناس، يعني أنت ما تستناش لحد ما عربيتك تبوظ عشان تاخدها للدكتور، أنت بتروح كل فترة تعمل لها تغير الزيت وتعمل لها صيانة. فجسم الواحد مهم إن أنت تحافظ عليه وتعمل له تشيك اب دوري. فعلا كلام حضرتك صح. دكتور رامز، طيب مين اكتر شخص او اكتر مرض بيخلينا نبقى قلقانين عليه انه اكثر عرضه لامراض القلب؟ طبعا مرضى السكر هم اكتر ناس بيبقوا عرضه لامراض القلب. الناس اللي عندهم امراض القلب بتمشي في العيله، اللي بيبقى عندهم الجينات بتاعتهم معرضه اكتر ان تجيلهم امراض القلب. يعني انا لسه في ناس كانت لسه في ناس اعرفهم الاخين، واحد منهم جاله وجع في صدره فراح عمل قسطره لقى عنده امتداد 99% وخد دعامه. بعد كده اخوه ما كانش بيشتكي من اي حاجه بس كان قلقان، فراح عمل قسطره هو كمان ولقى ان عنده 90% امتداد وبرده خد دعامه. يعني كانت الجلطه لسه هتتكون بعديه بس هو لحق نفسه بدري. فالجينات لما يبقى فيه في العيله امراض القلب ده لازم الناس كلها تبقى واخده بالها جدا ان احنا عرضه اكتر من غيرنا ان احنا يجي لنا مشاكل في القلب. يعني الكشف الدوري بقى كل قد ايه يا دكتور؟ ما حسب، يعني زي لو هو انا بقول للشباب اول ما بتتم سن ال 40 لازم تبتدي تروح تعمل التحاليل والكشوفات، وفي اي وقت في اي اعراض او مشاكل ده لازم على طول نروح نكشف. يعني في اي وجع في الصدر، اي نهجان مع المجهود، لو رجليك بتورم، لو بيحصل لك دوخه لما بتيجي تعمل اي مجهود زي ما قلت نهجان، او ممكن في وسط الليل في ناس بتقوم في وسط الليل يبقى عندها نهجان. كل او لو بتحس ان قلبك بيبقى فيه رفرفه او تسارع في ضربات القلب، كل الحاجات دي ما ينفعش نطنشها ولازم نروح نطمن ونكشف، لان معظم المشاكل في بدايتها بتبقى حلها سهل، لكن لما بنسيبها لحد ما تتطور الموضوع بيبقى اكبر وبيبقى اوحش وبيبقى اصعب علاج. كلام حضرتك صح فعلا. جالي يا دكتور دلوقتي على الواتساب حد بيسال حضرتك ان رجليها بتورم على طول، ايه اللي بنخاف منه من ورم الرجلين؟ ورم الرجلين او الورم عموما ممكن يبقى قلب او كلى او كبد. ورم الرجلين مش لازم يبقى، ممكن ساعات حاجات من ديت، ممكن بيبقى فيه الاورده اللي في الرجلين بتبقى بنقول ليكي بتبقى بتبقى مش بتبقى مريضه، فالميه بتطلع منها وتتسرب. فمثلا وبيبقى عندهم اللي هو الفاريكوز فينز او اللي هي التضخم في الاورده، فده بنعرف نفرقه بالكشف. لازم بنعمل تحليل كبد بنشوف ان الالبيومن كويس، لازم بنعمل تحليل كلى ونشوف وتحليل بول عشان نتاكد ان ما فيش بروتين بينزل في البول، ولو في اي اعراض تانية تخلينا نشك في القلب فبنعمل ايكوكارديوجرام على القلب اللي هو سونار على القلب عشان نتاكد ان عضله القلب سليمه وما فيهاش ضعف او ما فيهاش ستيفنس اللي هي بتبقى عضله القلب بتبقى متضخمه وبتبقى ناشفه كده، فده بيؤدي الى ممكن نهجان وبيؤدي الى ورم في الرجل. دكتور رامز برضو السؤال الثاني بتقول عضله القلب ضعيفه وكفاءتها 40% تعمل ايه؟
طبعا دي يعني ضعف عضلة القلب واحد من أكثر الأمراض اللي منتشرة في زماننا. ضعف عضلة القلب ليها أسباب كتيرة جدا. إحنا بنقيس كفاءة عضلة القلب بالإيكو كارديوجرام، وبنقيس حاجة بنسميها الإجكشن فراكشن أو الإي إف. فالإي إف أكثر من 51 ده بيبقى طبيعي، من 40 ل 50 ده بيبقى ضعيف، القلب بيبقى عضله القلب ضعيفه بس بتبقى يعني ضعف بسيط. الضعف المتوسط بيبقى من 30 ل 40، واقل من 30 ده ضعف حاد او ضعف ايه شديد. فاسباب ضعف عضله القلب حاجات كثيره جدا. ممكن لو حد ضغطه عالي وما بياخدش ادويه ضغط، لو حد برده ساعات بتبقى جينيتكس، ساعات انسدادات في شرايين القلب، ممكن ساعات لو حد جاله دور برد ودور البرد ده نزل على عضلة القلب وعمل التهاب في عضلة القلب مايوكاردايتس، ده ممكن يضعف عضلة القلب. فالأسباب كتيرة، فساعتها بيبقى لازم طبعا نكشف ولازم نمشي في الديفرنشال دياجنوسيس كده أو الاحتماليات بتاعت المشاكل لحد ما نوصل للسبب ونبتدي نمشي على أدوية صحية بتفيد عضلة القلب وبتريح عضلة القلب. وناس كتيرة قوي من عندهم ضعف عضلة القلب لما بيمشوا على الأدوية وبنحل المشكلة القلب بيرجع تاني. القلب من الأعضاء القوية جدا اللي يعني بيشتغل طول عمرنا، من أول ما الجنين بيبقى في بطن مامته 5 أسابيع القلب بيبتدي يدق. فعضلة قوية مش زي أي عضلة تانية، وفي أوقات كتير قوي بمجرد إن إحنا نشيل سبب المشكلة، الضغط العصبي أو لو الضغط عالي مثلا، ضغط الدم عالي، مجرد إن إحنا نعالجه الحاجات دي كلها القلب بيرجع تاني بيبقى زي الفل. بشكر حضرتك جدا على المداخلة الجميلة والمعلومات القيمة اللي حضرتك أفدتنا بيها. دكتور رامز استشاري أمراض القلب والأسرة بولاية تكساس الأمريكية، ميرسي جدا جدا. زي ما شفنا قد إيه حاجة مهمة، وإن الاسترس والضغط العصبي والزعل والنكد والخناق ممكن مش بس على قد الموقف، لا ده ليه كمان أثار جانبية ممكن يأثر على القلب. هنطلع فاصل ونرجع تاني في انتظار مكالماتكم. بادر أن تجيها قبل الشتاء. شتاء جديد السنة دي، بركة كبيرة خالص، وربنا يعوضكم كل خير. زي ما قال السيد المسيح في الإنجيل: تعالوا إلي مباركي أرس الملكوت المعد لكم من العالم، كنت جوعانا فأطعمتموني، عطشانا فسقيتموني، رنانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. للإعلان على ميسات اتصل على 012 76 22 345 أو 012 76 22 346.
معنا تاني وده وقت أصدقائي أصدقاء الفيسبوك وهجاوب على أسئلتهم. أهم حاجة فأم السيف بتقول ممكن رجيم لتكميم سبع، هي كان عمل تكميم من 7 شهور بس يكون خاص بالصيام الإسلامي. كل سنة وانت طيبة حبيبتي، رمضان كريم. الوزن 90 كيلو والطول 165. مشكلة التكميم يا أم سيف ان انت سهل جدا جدا، لو كلتي حاجات حلوة القطايف والحلويات بتاعت رمضان دي هتلاقي نفسك مش عارفة تبطلي وهتبقى الزيادة جامدة قوي. فأهم حاجة ان انت تتحاشي الحاجات الحلوة، مفيش حاجة اسمها ما كلش، يعني لازم تاخدي أول حاجة 3 تمرات مثلا في فنجان لبن منزوع الدسم، تمام؟ بعد كده تبتدي بكوباية ماء صغيرة عشان المعدة، بعد كده فنجان الشوربة، أي نوع من الشوربة، لأنك أنت عاملة التكميم فكده كده الكمية تبقى محددة. بعد الشوربة تاخدي أي حاجة بروتين، سواء كان عدس، فول، لحمة، فراخ، سمك، هتاخدي قطعة صغيرة، القطعة بتبقى قد الكف. بعد كده هتاخدي الخضار، وبعدين أي حاجة نشوية موجودة. بعد 3 ساعات تاخدي ثمرة فاكهة. وجبة السحور هي دي اللي تهمني جدا، لأن أنا عايزة حاجة لما تاكليها تقعد في معدتك مدة طويلة، تبقى بطيئة الهضم عشان ما تجوعيش. ممكن تاخدي ربع رغيف وفي فول، ربع رغيف وفي بيضتين، ربع رغيف وبيضه وحتة جبنة، كل يوم حاجة. أهم حاجة هي الخيار والخس والطماطم والألياف عشان ما يبقاش فيه إمساك. حاولي تشربي ميه، بلاش حلويات ابدا بالليل لانها تخليكي تاني يوم تبقي عطشانه. نبعد عن الاليه، خدي بالك بعد التكميم سهل جدا جدا زياده الوزن، وبشوفها كل يوم في العياده بيرجعوا اتخن ما ابتدوا. ليه؟ عشان كلوا الحاجات الحلوه وخاصه الايس كريم والشوكولاته. بخيتة بتقول اختي عندها سكر وخست منه، هي عندها 47 سنه وطولها 150، مش متجوزه، وعايزة تعرف هي ليه وزنها نزل وإيه تعمل ليها عشان ترجع زي الأول. ألف سلامة ليها طبعا، بس أقولك ليه بقى، عشان حاجة بسيطة قوي، لأن السكر مش مظبوط. خدوا بالكم اللي إزاي الواحد ياخد باله إن هو جاله السكر؟ في أعراض معينة، ريقه ينشف، نشفان الريق، يشرب ميه ومع ذلك ريقه ناشف، يقوم بالليل يعمل تولات كتير، ياكل ويخس، يعني تبقى بتاكل عادي او بتاكل زيادة مع ذلك بتخس، لان السكر بياكل في الجسم، مش حاجة املة، مش حاجة حلوة. مرة واحدة عندي في العيادة بقول لها القصة دي، يا رب يجي لي السكر يا رب، انا ثابت عليا، تمام؟ عدم التئام الجروح. معنا مداخلة، عادل، اتفضل استاذ عادل. يا فندم مساء الخير يا فندم. تمام. انا اسف الازعاج، عايز اسال بس موضوع الكرش عندي يعني جامد، ايه الاسلوب اللي انا اقدر اخلي الكرش ينزل شويه؟ هو وزن حضرتك قد ايه يا استاذ عادل؟ وزني حوالي من 100 ل 98 كيلو. الوزن كم؟ 100 او 98 كيلو، 98 كيلو او 100 كيلو، والطول؟ الطول 171 ثانية. حضرتك بتشتغل؟ يعني على المعاش. اوكي. بتاكل حلويات؟ بتاكل مقليات؟ بتشرب ميه؟ بشرب ميه. تمام. المقليات بتاخدها كم مره في الاسبوع؟ بطاطس، طعميه؟ ممكن كلهم عشان الصيام وكده. طب ليه؟ ما هي ممكن. الحل هجاوب على حضرتك حالا يا استاذ عادل، هي دي اللي بتعمل الكرش، دهون الاليه يا جماعه في منتهى الخطوره. مش بس كده، دي بتعمل دهون على الكبد، والكبد الدهني ده من اوحش الحاجات اللي بيعوق الكبد انه يقوم بوظيفته. فلو حضرتك استمريت هتلاقي بعد كده تعب وخم، نعس، مفيش حيل، مفيش صحه، حزام البطن ده يبتدي يكبر، والكبد الدهني ممكن يؤدي لتليف، فمش حاجه نستهين بيها. انا زعلانه منك جدا يا استاذ عادل، لان الاكل ممكن تاكل بكذا طريقه غير الاليه، يعني بدل ما نقليه ندخله الفرن يتشوي، يطبخ، يتسلق. انما قصه الاليه يا جماعه دي فعلا اكل المقلي ده حرام، لان فعلا ده سموم داخل الجسم، دهون، وخاص لو انا اكلت المقلي ده بالليل لازم لازم يؤثر على الكبد ويؤثر على صحتنا ويعمل دهون على الكبد. فبقولك يا بخيتة لازم تعمل تحليل سكر صيام وفطر، لازم تعمل سكر تراكمي، لازم تنظم أكلها عشان يرجع وزنها تاني يستعيد. وكمان
تعمل غده درقيه. وزي ما شفنا الدكتور رامز كان بيعلق ازاي على اهميه الغده الدرقيه، مش بس انها بتسبب زياده في الوزن، لا دي ممكن تؤدي لامراض قلب. ميرا بتقول بنوتتها عندها 2.5 سنين، كانت مولوده 2.5 كيلو، وزنها حاليا 9 كيلو، مش بتاكل خالص ومش بتزيد، وعمل التحليل وطلعت كويسه. هي مش بتطلب الاكل حتى لو عدا اليوم كله، يمكن تاكل سلطه وزبادي وباقي الاكل بحاول بس بالعافيه. اعمل ايه؟ اولا يا ميرا اهم حاجه تتاكدي من نشاط البنت، نشاطها، صحتها، مشيها وجريها ولعبها، كل ده المهم. انا ما يهمنيش ان الطفل يبقى مليان وتخين، بالعكس ده بيبقى في منتهى الخطوره. ليه؟ لان من هو صغير لو انا عودته ياكل اكل يتخن، زي مولود، زي انت خارجه مثلا معاكي شنطه صغيره بدلتيها بشنطه كبيره وبعدين شنطه سفر. احنا كمان جسمنا اول ما بيتولد بيبقى الخلايا الدهنيه عددها محدود، لغايه سن البلوغ تفضل تتكاثر، فالشنطه انا اللي بكبرها بوصلها لشنطه سفر. طب وليه؟ ما نخليها شنطه صغيره بالمهم صحه الطفل. فأهم حاجة تعملها التحاليل اللازمة، تطمني عليها، تكون بتاكل حاجة مفيدة كويسة، لو زودتي عليها بتاكل ده بيضاية مسلوقة حلوة قوي. منى من الشرقية بتقول عاوزة نظام للتخسيس صيامي. ده سؤال مهم جدا جدا، لأن زي ما احنا عارفين الصيام من اكتر الحاجات اللي ممكن يا نتخن فيه يا نتخن. نادرا ما بتلاقي حد بيلتزم ويرضى، لان اللي هيلتزم هيخس. الاكل الصيامي الفيجيتيريان بيبقى صحي جدا جدا، بس احنا اللي بنبوظه وبنضيع قيمته بطريقه الطهي. فكل اللي بطلبه ان احنا ناكل صح، طريقه الطهي مهمه جدا. يعني نعمل الاكله ونضيف لها معلقتين زيت، معلقه زيت زيتون، اي اكل. العيش نقننه، مش لازم ناكل رز وعيش، مش لازم ناكل بطاطس وعيش. كلنا دي كانت تبقى صحتنا كويسه جدا. انا ممكن اخد ساندوتش سلطه، خيار وخس وبنجر وبقدونس. معانا الاستاذ سمير، اتفضل. اتفضل يا استاذ سمير. سمير الخط قطع معلش. استاذه انطوانات، ايوه اتفضلي. بصي لو سمحتي، انا بطني برضك كبيره كده، مش عارفه في ايه. ايه مش سامعه؟ عندي كرش كبير كده. ليه؟ عايزه برضك اخففه. انت وزنك قد ايه يا انطوانات؟ نعم، وزن حضرتك قد ايه؟ 65. والسن؟ السن 70. تمام. ايوه. منطقه بتاخدي اي ادويه ولاك؟ لا لا خالص، هي منطقه البطن بس. هجاوب على حضرتك حالا. منطقه البطن زي ما قلنا من اهم المناطق اللي لازم نتخلص من الدهون فيها، لانها ممكن تؤدي لالام في الظهر، ممكن تؤدي لعرق النساء، ممكن تؤدي لالتهاب في المفاصل، لان الحمل والتحميل بيبقى اكتر على البطن وعلى الظهر وعلى الركب. يعني تحميل البطن بيزيد، قصدي على الظهر وعلى الركب، فلازم نشيله. نوعيه الاكل مهمه. كل الاليه مدام انطوانيت بتعمل دهون في البطن ودهون في الكرش وكبد دهني وتعمل تحميل، فلازم نمنع الاليه. الحاجه الثانيه، كل ما هو مصنوع من زيوت نباتيه مهدرجه بيؤدي لدهون في البطن وكبد دهني. كثير من الاحيان بنلجا ان بجانب نظام الاكل لازم نعمل اجهزه عشان تفتت الدهون وتساعد على التخلص منها. من احسن انواع الاجهزه اللي بتساعد في القضاء على دهون البطن ري لايف، الكرايو، وطبعا على راسهم الكول سكالبتنج، لان ده جهاز معترف بيه بالاف دي ابروفل، بيساعد في التخلص من دهون البطن، وكاننا عملنا بالظبط عمليه الشفط ومعاها كمان عمليه شد. فأنا بستفاد من عمليتين في جلسة واحدة. ودايما الوقت الحلو بيعدي بسرعة، لكن أوعدكم إن شاء الله الأسبوع الجاي وحلقة جديدة ومها والحياة، وهنتكلم على موضوع يهمنا كلنا.